ليكي جيهان؟ سؤال. ما بدي اسمع. لا بالعكس. طب ليكي عن جد هلا شيلي كل شيء. انت لما فتت على البرنامج اوكي كان عندك هذا الاحساس انك انت تخوضي هذا الشيء اللي صار معك بالبرنامج ولا لا؟ كانك انت متوقعه؟ ابدا. انا من اول يوم فتيت على البرنامج ثاني نهار صرت بدي اطلع. شو اول يوم فتت شفت الاجواء ثاني نهار انا طلعت بدي اعمل لهم بدي اطلع ما فيني اقعد. يعني انت اول يومين ما تاقلمت؟ اول يوم ما تاقلمت. من اول يوم انا بدي اطلع ما عاد بدي. او انت كنت شاهد على فكره حتى الفتره اللي انت اجيت فيها انا كمان كان بدي اطلع. يعني بهالايام بهالحلقات انا كان بدي اطلع. زعلانة؟ من شان؟ انك ما طلعت؟ لا مبسوط. اكيد يعني تجربة حلوة. خمسة وعشرين وردة يا حلوين يا ورود انتو. طب شو استفدت من التجربة اللي مريت فيها؟ او كجيهان شو غير فيكي؟ شو اكتشفت في نفسي بفضل قول؟ طيب شو اكتشفت بنفسي؟ يعني حتى اللي قرابين مني كتير كانوا مستغربين من قصة انه انا كتير صبورة. يعني جد اكتشفت ان انا كتير صبورة. انت شخص منك صبور يعني؟ شو؟ انت شخص منك صبور؟ انا هيك نشوف حالي ما بصبر. إذا حاسة بشي غلط أو ماني مرتاحة بالمكان اللي أنا فيه أو أشخاص اللي عم بتعامل معهم ماني متفاهمة معهم دغري بسحب حالي دغري ما عندي هذا إنه خلص طولي بالك وعدي وخلاص مشي الأمور. لا أنا مش اكتشفت إنه أنا أتعايش مع كتير قصص وقدراني أصبر بس أنا ما هلا. هو لا شك انه الواحد عمرانا بيطلع من حاله لانه الضغط والاسترس ما عادش بيقدر الواحد يهدى او يعني يكبت مشاعره. صح. انا اول ما فتحت كانوا عم بيقولوا انه في كتير قصص كانت عم بتصير. انا كنت جوات البرنامج كنت بعمل فيت جديد يعني اتهموني لالي شغلات انا ما خصت فيها. يعني شو الشغلات اللي تهمك فيها؟ لا بمعنى انه ما كنت واقف ما كنت اخذ طرف. يعني ما انت جديد ما فيك تاخذ طرف. صح. ما شاء الله. مين قالكم؟ مين قالكم؟ شو هالكومنتس اللي عم تكتبوا؟ مين قالكم؟ شو صار؟ داني انت اول يوم لما فتت على البرنامج اول يوم بس اول ما فتت تمام كنا قاعدين كلياتنا. انا اول فت اول مع بعض اول ما شفتني شو الامبريشن اللي اخذته عني كاول مره؟ انا اول ما فتت الكلكم استغربكم من دون استثناء. يعني فتت وانا من طبعي يمكن انت بتعرفي حكيتك اياها انا قبل مره يمكن بالبروجرام قلت لك انا بس كون يعني شخص هيك يفوت فجأة وحوالين العالم ما بيعرفها ما بياخد كتير وبعطي. يعني أنا بحس حالي مني مرتاح. أنا أول ما فتت لقيت إنه لقيتكم كلكم هيك يعني في كان توتر أجواء كانت متوترة وكان في مشاكل. من بعد ما قعدت معك يعني انت الشخص الوحيد اللي ركزت اكتر معي لانه من الكاركتر
الطبع اللي انت كنت فيه بالبرنامج كان بيخلي الواحد، يمكن في ناس منا جريئة ابدا تيجي تحكي معك وتفتح معك موضوع، لانه انت كاركترك صعب صعب، مش بمعناتها انه مش ممكن حدا يتقبلك، لا صعب لما حدا يجي يقعد يحكي معك، لانه لما تقعد اي شخص ما كان يقعد معك كان يتلبك لما كان يحكي. حتى انت تلبك ما تلبك. مين انت؟ انا؟ لا بالعكس بالعكس، اصلا كان حواري معك كان يعني كثير هيك فايت يعني اوكي سلس مفيد، بس بس انا لا ما كنت متلبك بالعكس، انت لما في شغله ما عجبتك انت اللي هيك قلبت الميزان صح؟ ما خلص عادي اكيد، يعني اكيد بدي شو اسمه اقول هالحكي اوكي، انصدمت كمان على فكرة، وما بدي اقول شغلي كمان كمان يبعتولي ليش هيك عم تصير تاني، كنت شغلة الشيء اللي انا حكيته معهم هو انه لا هو ما كان عرفانه على فكرة، هو زي كنت اتفرج عليه شافه على التي في، يعني ما كان عرفانه هلا هلا عم شوف انه هذا كان رأيي فيه. بس لا انا الحمد لله يعني الحمد لله كنت بعرف حالي انا وعارف شو بدي اقدم وعارف شو بدي احكي وعارف شو المواضيع اللي بدي افتحها وعارف مع مين بدي اجي احكي، عارف كل شيء، وانا من الاشخاص اللي كنت راقب وانت كنت تشوفي. انا هلا لما عم شوف كنت عم بنصدم صراحه، يعني انا هلا لما كنت عم شوف كنت عم بنصدم. طيب رح اسالك سؤال صراحه ما لي الحق اساله حاليا هلا، يعني بالضبط بهالوقت هلا انت حضرت كل الحلقات اوكي، بغض النظر انه انت بعدين تعايشت معنا وشفت قصص تانية تمام، انا ما رح احكي على الشيء اللي صار قدام اللي حيصير يعني بالحلقات الجاي، حاحكي على الشيء اللي صار من قبل وانت عم تحضر الحلقات. اول يوم لما اجيت تمام كنت شايف انه انا يعني مشكلجية صح؟ انت اجيت فتت لقيت انه انا عامل خناقة، يعني انت ما شفت الشغلات اللي قبل وما شفت شو صاير من قبل، اجيت لقيت انه انا عامل خناقة. مش بس انت، كذا حدا يعني. انت بوقتها قلت لي كم شغلة لما قعدنا مع بعض. قلت لي كم شغلة وهي الشغلات هي يعني خلتني انه انا احط سبيس بيني وبينك، يعني على فكرة مش بس الحوار اللي حكيناه، حتى في شغلات صارت اللي حكيت. هلا انت عم تحضر هلا. تمام ضميرك عم بأنبك او عم تندم انك قلت لي هالحكي؟ لا ما عم تندم انك قلت لي انه ليش هيك عملتي؟ انت بتتذكر شو قلت لي؟ لا ما بندم، لانه انا قلت لك الصوره اللي انا بشوف اللي شفتها انه هالشخص مش مطرحه مش هون، بس ايه ممكن 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 يعني انا للشخص الاول يعني الاول انه لما ما بيعرف ما كان عارفين شيء ويجي يقول شيء. انا عم بسألك انت بعد ما عرفت شو صاير ما عم تقول يا ريتني ما قلت لها هالكلام بوقتها؟ لا مش قصة يا ريت ما قلت لها، فهمت على شيء انت ما كنت حضران فيه. طيب يعني انا يعني المفروض انه حتى ولو كنت انا ما كنت حضران وحكيت شيء انا ما يعني بعدني جديد، فلما عرفت خلص يعني المفروض انه ايه اكيد يعني لانه انا ماني عارفان اي شخص بدالي كان حيحكي هيك. ايه بعرف انه بوقتها ما كنت عارفان شيء وحكمت، بس عم بحكي لك انه انت هلا بعد ما عرفت، لو كنت عارفان هذا الشيء كله اللي هلا حضرته كنت بوقتها قلت لي هذاك الكلام؟ لو كنت عارفان؟ ايه لا هي انت ليش انت هالكلمه يعني اللي طب انا عم بسأل، ما انا هون عم دافع عليك على فكره، يعني ترى انا كثير عم يبعثوا لي اسمه جنبي، انا عم بسمح لك توضح للناس. تمام انا المشكله اللي صارت انا ما يعني كنت عم ما كان في شيء صراحه، يعني انا ما بعرف شو المشكله اللي صارت وما فيني انا اجي اتدخل بشغلات انا ما لي فيها. طيب اوكي هي نسيناها، انا عم بحكي بعد ما انت شفت. ليش عم تهرب من السؤال؟ على فكرة عم تستفزني، قلي ما بدي جواب خلص مسكر الموضوع، بس ما تضل تهرب، شو هاللعبة اللي عندك داني ما عم تعرف تخلص منها؟ يلا كفي.
ما بدك تجاوب إلي، ما بدي جاوب. ما جاوبتك انا، انت بدك تجاوب اللي بدك اياه. عم لا جاوب انت ما جاوبتني، انت عم تقولي انه انا لما بحكي ايه او لا، بس هيك انت يعني كنت عم بتقولي انه لما هلا لما عم بتشوف الحلقات ما بتقول بينك وبين حالك انه يا ريت ما قلت. لا استنى دقيقة، اسألها بشكل واضح. أوكي. انت لو كنت شايفان كل هذا الشيء حضران معنا من اول يوم، وشايف كل هذا الشيء اللي حضرناه بعد التي في، تمام؟ كنت بوقتها اجيت قلت لي هذا في كلام اللي قلته؟ لا. طيب خلص. وبرضه حتى لو كنت انا لو انا لو قايل لك انا هيك فهذا شيء طبيعي لانه انا ما كنت بعرف. تمام اوكي هي بعرف، فهمت انا عم اقول لك. ما انت ما تاخذيها وتقولي انه حبيبي عم يلا ايه ما انا عم اقول تمام لو كنت حضران تمام. لا انا بقول لك انا مش انا بكون واقع وبكون عن جد صريح، وانا ما بخبي شيء ولا بهرب، عن جد ما بهرب. بس لو هذا الشيء كنت انا من الاول موجود وحضران كان الموضوع مختلف جدا. اكيد كان الموضوع مختلف جدا. انا بعد اللي عم شوفه صراحه مصايب، بعد اللي عم شوفه انا حاليا مصايب. بس الجم بس لا بس انتبه بس انا بوقتها كان الي الحق ازعل تمام. لا 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 بس لا 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 قال عليك. لا 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 بالعكس، ليه بدك تزعلي؟ يعني بوقتها انت ظلمتني، ما انت اعترفت هلا بعد مثل ساعه كنت قلت لو كنت حضران ما كنت قلت لك. لا انتبه، انا مش ظلمتك، يمكن انا حكيت اول مره كنت بعدني عم بلش فوت افهم شو الخبريه. من بعدك صار انه صار الموضوع، صارت القعده يعني صارت القعده متكرره مع اشخاص معينه ما بديش ذمه، وجيت قلت لك وقتها قلت انه لا انه في شغلات عم بتصير مش طبيعيه، وقلت لك انه في مطرح من المطارح ما لازم انت تكوني فيه. وحتى انا عم بحكي عن حالي، وانت كنت شاهده، انا من الاشخاص اللي من اول ما جيت على البرنامج لحد هلا الحلقه اللي قبل هاي يعني قبل ما تنعد التنام كنت يعني لا اخذ طرف هون ولا اخذ طرف هون. انا اي شخص جديد يعني كان رح يعمل مثل انا ما فيني اجي اتدخل واقعد وافرض رايي، وهذا انا اللي بقدر اني كنت اعمله وحكيته كان هذا الشيء بيخدم البرنامج، على فكره بيخدم البرنامج وبيخدمني لالي حتى انا اقدر اني اتاقلم شوي شوي، لانه لو غير هيك انا كنت انا قاعد مثل عماد. انت شايف عماد اللي كان قاعد عم يتدخل، بس انا مسيت افهم شوي الاجواء بلشت انا كثير بحب فرحه فكره كثير، بس يعني انا الحمد لله لا ظلمت حدا ولا حدا يعني حدا ظلمني. ايه يمكن يكون حدا ظلمني. وعلي كتير بحبه، علي مثل اخي كتير بعزه.